Tunisia, like every other country in North Africa, has a large minority of black people. Many do jobs that are menial or badly paid. They have little chance of improving their status. After the revolution of 2011, Tunisia adopted a new constitution. It declared that all citizens, male and female, are equal before the law without any discrimination. But it seems some Tunisians are still more equal than others. يا كحلة هي الكلمة ككلمة تأثر فيك على الأخر يا محروق يدري شنو فهمت معني برشا كلمات كي يأثروا فيك على الأخر معني يخليك شنحكي لك جملة فهمتني هكا تطيح فهمتي في الروندمون خليك تخمم كي ما عادش فهمت اللي مركز على الماتش ولا حاجة تبقى غصة في القلب من داخل ما فما حتى عقاب للجمهور الجمهور حتى حد من بينهم فهمتني النجم يعاقبه L'entraîneur, معني شنو العقاب؟ We asked the Tunisian Football Federation to comment, but they did not get back to us. خدمت الأغنية هذه pour les plans racistes. للعباد العنصريين موجودين في تونس. حمزة's song provoked mixed reactions. Some of it was deeply insulting, as he tells us. برا أمي نكتلوا أمور وراب زكومك القهبة تخسيب في روحك حاجة كبيرة كحلوش محقور أربع سوابع ونص عبيد مكروه ومنايك تاريخك عندي قلبي يتقطع أول مرة ممكن نعاود نقف في محطة البنزين هذيك دخلنا الستاسيون باش نطلبوا منه يوفرنا العجلة قال لي ما نوفرش عجلي لوصفي سبني هاني اللي انا مرا ما نصلحش فولدي كانت رد فعله قالوا المرا اللي ما تصلحش تحكي عليها امي ومن بعد خلطوا عليه زوز زملاء نتاعو شدوا فارس يد من واحد شدوا من يد اليمين الاخر شدوا من يد اليسار شدوه هكا ما عادش ينجم يتحرك وهو يخنق فيه ويجر فيه على خاطر كان عندهم وحده حديد طويل باش يهزوا باش يضربوا به قعدت بيناتهم ما نجم خيرت اني نقف بينه بالودي وقلت ما يسالش اللي باش يصير يصير ما يهمش زهور حرباوي, a journalist with Tunis Habdo newspaper, had no doubt what motivated the attack. Chargea, un de Tunisiens victime d'un acte raciste. Et je dis, une Tunisienne et son fils ont été agressés verbalement et physiquement par un des pompistes de la station-service. Bon, j'ai mis le nom de la station en direction de Tunis et tout cela parce qu'ils étaient noirs. Donc, et j'écris... Le gamin a réussi à s'extirper des mains de son agresseur, mais a été victime d'ecchymose au cou, à l'œil, à la tête et d'un traumatisme crânien. Examen pratiqué à Charles Nicolle. تعرض برشا أفعال متاع عنصرية بتفاد ليك موجودة في تونس أو سيف صفي دم ده كيفاش يغسروا لي ليه ما تقرب ليش حاجات كيما هكا لا افتردوك من الدار ولا دوش عصب على السر كان واحد دخل فيا كما قلوا سكينة ولا حاجة في قلبي هذا اللي وراي بالضبط يجي وراء الدار بالضبط قضى اللي تعزب له كل يجيبوها المرأة متاع مرت السيد هذا يحرق بالواحد اللي ينزل ترين نختنقوا بالريحة ولدي عليها كير انا عبيد كيفنا كيفكم لا انت يا اكحل انت كذا انت مجرم يا جربوع يا فار يا شنو يا وشوين يا اللي مكو يا فارقه يا ودي وانتم منين تهجموا على زوجي باش يضربوا سمعت انا الضوضاء خفت خرجت باش نلقاهم الاب وولد جندي
جاو طايحوا له دراجته وحاولوا يحبوا يضربوه. جيت انا بيناتهم حاب انا ندس في زوجي والابن ابنه هذا جندي مازال كيف جا من الجزرنا اخذ الحاجه لو ضربني على راسي وريها ضربني على راسي ليله في السبيطار راقده في السبيطار روحت البيت نتاعي نبكي تيح في الليل تترى فيا نفسانيا معناها لازاي ضربوني لازاي ضربوني وحقي ما ثماش هو ضربني ودمي في القاعة وفي المحكمة باش تاخذ لي حقي تقول لي برا مشي روح روح للدار يقول لي برا مشي روح للدار كأني حيوان كأني قط ميت ولا كلب تضرب مش إنسان Le racisme en Tunisie existe, mais ce qui n'existe pas chez nous, c'est la reconnaissance. Reconnaître ce mal. Si le texte suprême ne stipule pas que la discrimination ou le racisme est un crime, sur quoi va travailler le législateur ? Et je pense qu'ils se disent que le racisme n'existe pas parce que nous n'existons pas. عملية متاع تيني معناها من الجواج بالبيضاء بدو هم عندهم كار يركبوا فيها وحدهم كاتبين فيها كار اليغورت وحنا عندنا كار اللي كاتبين فيها اليغورت متاع الشوكولاتة هذاك لكح معناها عملوا هم باصل السود وباصل البيض معناها باش يقطعوا العلاقة هذه باش ما عادش تعود في تونس موجودة عنصرية يعني هذا بالبديهي يعني هي مسألة جدية حقيقية وليست مسألة وهمية هم يعرفون كيف يحسون نظرة الآخر عليهم سواء كانوا في الشغل أو كان ذلك في المدرسة وهذا له تأثير كبير هنالك وزارات بالضرورة يجب أن تتناول الملف مثل هذا وأنا سأعمل على أنهم يقع التلاميذ